Good morning KG1. النهاردة عندنا حرف جديد، بس لازم نعمل ريفيجن على الحرف القديم بتاعنا. كان عندنا المرة اللي فاتت حرف النون. نون ايه؟ نون نملة، نون نحلة، نون نملة، نون نحلة. بعد حرف النون بيجي حرف الهاء. بيجي حرف ايه؟ هاء. نون هاء. تعالوا نشوف اخوات حرف الهاء. عندنا هاء هرم، هاء هرم، هاء هدية، هاء هدية، هاء هلال، هاء هلال. وآخر حاجة هاء هر، هاء هر. أجين هاء هرم، هاء هدية، هاء هلال، هاء هر. تعالوا نشوف تو مين ووردز بتوعنا. عندنا هاء هرم، هاء هرم، and هاء هلال. يبقى احنا عندنا هاء هرم، هاء هلال، هاء هرم، هاء هلال. اوكي، how can you write حرف الهاء؟ small line small circle في نص اللاين and turn up وهنقف فوق السيركل. يلا هنعمل، وقولوا لي كده صح ولا غلط. small line والسيركل هتبقى في اول اللاين، ونعمل big big turn. كده right or wrong؟ wrong. قلنا السيركل لازم تكون في نص اللاين. again small line a small circle في النص and turn up تقف عند السيركل right. دي في أول الكلام. في وسط الكلام small line على line and sounds and close it. bravo. again small line على line and sounds لازم يكون في النص and close it. برافو. ما ينفعش نعملها تو سيركل، سمول لاين على لاين وسيركل فوق وسيركل تحت. اتس رونج. تعالوا نشوف بقى اصحاب حرف الهاء ايه. هاء هرم، هاء هلال، هاء هدية، هاء هر. اوكي، ثانك يو كيجوان.